بنتي يا اخوها ما تقومي تجيبي لي مبرد لحسن ضفر هيتات. الله، مالك يا بنت قاعده وشايله طاجن ستك كده ليه؟ زهقانه. انت طول النهار في الفن العظيم بتاعك، والبت توحه في العروض بتاعتها، وانا قاعده ما بعملش اي حاجه غير اني بشحت الواد حسن 5 دقايق، اشحت منه كلمتين حب وخلاص، هو ده اللي انا بعمله وخلاص. طب يا اختي ما تسيبك من حسن ده وتشوفي لك شغلانه ولا مشروع تحطي فلوسك فيها بدل ما انت حطاها في البنك. ايوه، ما انا كنت قاعده بفكر اهو، وبعدين انت لما جيتي قطعتي حبل افكاري. حبل ايه يا اختي؟ حبل ايه يا ام حمد؟ ده انا يا اختي مش شايفه غير حبل غسيل مربوط في سبت عمال يدلدق حب في حب في حب. عايشه يا اختي انت الحب ده كله ليه؟ على فكره يا بنت انت مستهونه بيا، انا بفهم في كل حاجه، انا ما بيبانش عليا بس، ده انا ناصحه قوي. ناصحه؟ ناصحه ايه يا ام ناصحه؟ طب يا اختي بقى اسيبك انت تكملي نشر افكارك على حبل غسيلك. طريقه عليا ليه؟ يعني انت في الاخر خالص بقيتي ايه؟ مش عالمه؟ عالمه؟ اوعي يا بنت تكوني نسيتي نفسك، يا بتاعت العيال ولا انت نسيتي؟ انا يا اختي وقتي بفلوس، مش هفضل قاعده لك. يلا. لو النبي يا وزه والنبي ما تقوميش، خليكي قاعده. بقول لك اشربك حاجه؟ هاتي يا اختي. بنتي يا كنزي. ايوه يا مدام. تعالي يا بت، الفنانه الكبيره زوزو. ايوه ده انا عارفاها، ده انا لسه شايفاها في اعلان امبارح، ده انا بحبها قوي قوي قوي. دي صاحبتي بقى، صاحبتي من زمان يعني. شربيها ايه بقى؟ تحبي حضرتك تشربي ايه؟ عندنا شاي وعندنا قهوه وعندنا عصير جوافه وعصير برتقال. تأمري بحضرتك ايه؟ تصدقي يا اختي وانا جايه شفت عربيه عليها جوافه حلوه قوي، عسل. اعملي يا بت عصير جوافه. حاضر. ماشي. وانا جوافه بت. حاضر. الا قولي لي يا بت، هي البت دي اجنبيه؟ لا، معاها مأهل. معاها مأهل؟ اوعي يا بت تكوني قايله لها ان احنا اشتغلنا قبل كده في البيوت. اوعي يا بت. بقول لك ايه؟ وانت عامله ايه بقى في شغل؟ عامله ايه؟ يا اختي هكون عامله ايه؟ هم ما يتلم وتعب وشقة، كل يوم تصوير بقعد اصور لغايه ما بتهلك. بصي بقى يا اختي، ولا اللي بيشتغل مبسوط ولا ما بيشتغلش مبسوط، ولا اللي معاه فلوس مبسوط ولا معهوش فلوس مبسوط، مفيش حد مبسوط. اه والله ما حد عاجبه حاله. طب بقول لك ايه يا بت؟ بتيجي تحضري يا اختي معايا يوم تصوير؟ اهو تسالي نفسك بدل قعدتك دي. لا لا، جيت معاكي اخر مره زهقت قوي، 18 ساعه تصوير، ايه الهبل ده؟ يا اختي مش مشكله، اشوف لك يوم قصير تقعدي ساعتين ولا ثلاثه تتسل. لا ولا اروح ولا اجي يا اختي، خليني في حالي، انا في حاجه كده هفضل افكر لغايه ما اوصل لها. انا عارفه. طب قولي عامله ايه يا اختي مع الشيخ حسن بتاعك؟ قلت لك يا اختي بشحته بالعافيه 5 دقايق مثلا بالعافيه. هو يا اختي بيتهرب منك ولا ايه؟ لا ما بيتهربش، هو مشغول قوي بالبرنامج الديني بتاعه ده. برنامج ايه؟ النبي يا اختي الواحد كل ما يفتح التلفزيون يلاقي برنامج ديني، كل القنوات يا اختي بقى فيها برامج دينيه، تقوليش كل واحد فيهم بيتكلم كلمتين في الدين يبقى شيخ، ناقص كمان يعملوا شيخ لكل واحد فينا. تصدقي يا بت؟ لقيتها. وانت يا اختي كان في حاجه ضايعه منك ولقيتيها؟ اتفضل. بت فعلا فعلا كل الشيوخ اللي بيطلعوا التلفزيون رجال. انا هعمل برنامج. تعملي برنامج ايه يا بنت؟ برنامج جديد يا شيخه تنيلي؟ هو انت تعرفي يا اختي الالف من كوز الذره؟ انا على فكره انا قررت خلاص، ايوه هعمل برنامج جديد. طب قولي برنامج طبيخ ماشي، برنامج بتاع عيال زي سينما الاطفال شغال، لكن برنامج ديني؟ انت يا بنت اتهبلتي؟ ايه يعني؟ يعني هما كل اللي بيطلعوا التلفزيون دول بيفهموا؟ ما اكيد حد قال لهم قولوا ده وما تقولوش ده، اتعلموا يعني. هتعلم. ايه يا بنت تكون بجد الموضوع كبر في دماغك. ايوه بفكر فيها بجد. بقول لك ايه؟ احنا ممكن نعمل برنامج ايه؟ الشيخه خوخه. لا الشيخه خلود. بس نسمي البرنامج ايه بقى؟ علمني العوم والنبي يا احمد. لا بجد سميه ايه؟ مثلا 5 ربك ولا لا حاجه ازنق فيها اسمي كده عشان الناس تنده لي في الشارع وبتاع. حبه مع خلود مثلا، حبه كده واي حاجه. ايه؟ حبه فوق حبه فوق وحبه تحت. مش بكره والله اقفل الكباريه اللي بتشتغلي فيه ده. بس يا بنت قطعين الارزاق دول.